مدرسة المنصور. الكومبينكاريست وصلنا هنا. هذا مش جيد النخلة منصور، جو مغيم ولكن ما كايناش الشتاء ديال الربح، ما تكون شرشيشة في ثلاثة الليل ما عرفوش تبقى ولا لا. هادي السويق هاد المنصور غندوزو من هنا. هاد السويق هاد المنصور تتكون هنا ولكن هي الصباح، ستكون الصباحات. زيد زيد هما كي قال هذاك خاص نقيو بلايصهم. دينا بطول جهة الرحبات الزراع ومن بعد ندخلوا الباب جديد يبغى يمشي معنا. دار منصور لا عندك تاذا عنده قف. من هنا غادي نقطعوا لجهة كاميليا، كاميليا الفاضلية، ونخرجوا جهة كلية العلوم القانونية، كلية القانون. غنخرجوا في الطريق الإقليمية 7023 ومن ثم نكملوا الرحبة. تذكرت واحد الأخ قال لي الريقل الصوت، والله ما عرفت كي ندير الريقل ولحقاش السيارة، كان شوية صداعات السيارة. هذه الأولى دابا راه وليت كنسد الشراج، ولكن اللي بقيت تنغوت عاوتاني انا ما غاديش نكون مرتاح. اما صبروا معنا وزيدوا شويه في الصوت، اللي مشكل هو فاش يكون تتصنت لي انا ومجهد في الصوت، وتيديروا الاشهار، تيديروا الاشهار، تيديروا الصوت ديال الاشهار مسجل خلاص مجهد، هذاك هو المشكل اللي كاين. صبروا معنا، مكان صال حرار، أنا في الحقيقة معايا هي المكان صال حرار. ديما كاميليا، كاميليا غندوزو على اليسار باش نخرجو لجهة الفضيلية. هادو دابا على اليمين وعلى اليسار عندهم قف. المكناس اليوم هو هذا، هذه هي الأجواء ديال المكناس. هذه 4:33 دقيقة، واليوم الأحد، اليوم هو الخامس في شهر نوفمبر، شهر 11 2023.
كاين اللي ما تيبغيش هذيك شهر 11 شهر 10 شهر ولكن العامة الناس تيعرفوا الشهور هي بالارقام. كاين اللي تقول له مثلا شهر 5 شهر ماي مثلا تقول له ماي ولا اش من شهر زعما قول لي اش من الترتيب ديالو في الشهر يعني شهر 5 الشهر واش الشهر الخامس كاي كلاسي يعني تيعرف فيه كيفين جا ماي هاكا ماي ما كاين اللي ما تيبغيش كنعرف شي وحدين تنقول مثلا شهر 11 علاش تقول شهر 11 علاش ما تقولش نوفمبر ولا نوفمبر غدا هو الذكرى ديال المسيره ذكرى استرجاع الاقاليم الجنوبيه فاش كتجي الذكرى ديال المسيره كنتفكر انا واحد الحدث كان وقع لي يعني في 1975 فاش كانوا تيسجلوا كان ساكنين في بني محمد حنايا تيسجلوا في واحد البلاصه حدا الله ملي بقيت عاقل هي حدا السقايا حدا الجامع ديال بني محمد في السويقه الشارع الطويل تما كانوا تيسجلوا ما كانش تنظن شي مكتب كانوا غير هكا هي جالسين شي طبله وكرسي وصافي جالسين تيسجلوا الناس مشيت نتسجل عندي انا يمكن كان زون مشيت نتسجل قلت له سجل حتى انا نمشي عمرها تنزل لا رياكسيون تاع داك السيد ناض من الكرسي وجرى عليا ما فهمت والو انا ما كان يقول لي لا ولدي لا انت راك مازال صغير مثلا وانا ديك الساعه راني نمشي يومين ولا ثلاث ايام نمشي يومين ثلاث ايام على رجلي وما نعياش ما نعش نبقى غادي على رجلي والله ما نعيا ديك الساعه كنت يعني مع الرق مع سميتو مع ديما محركين اجرى عليا زعما بحال خطيت فيه كنت نقول انا كون كان قلت له شي هضره ما مزياناش زعما سبيتو ولا شي حاجه واش غتكون لا رياكسيون ديالو عر من هكاك ناض جرى عليا ماشي زعما بحال ما بقى خاصنا غانت اي لقيتو طايب بنادم طايب وقيلا ولا ما الله اعلم ما نعرف المهم قلت له عافاك شنو قلت له بغيت نتقيد حتى انا نمشي للمسيره ما جاوبنيش ناض جرى عليا يعني جا ما نفعوني رجلي هذيك الساعه كان داك روح المغامره و نمشي ما كانش هز الصاك ديالي والباكاج ديالي ونزيد عمرها تنسالي زعما 1975 فاش كانوا تيسجلوا المسيره الناس اللي غيمشيو المسيره 350 ألف اللي مشات 350 ألف ديك الساعة تيقول له شحال من واحد غيشج تيقول له 350 ألف تيقول له هي جوج المليون قل ربع عندهم المليون هو 200 ألف المليون ديال الفلوس المليون ديال الفلوس يعني الفلوس مع 10,000 درهم يا مليون بالسنتيم يا 200 ألف ريال ديك الساعة تيقول له 350 ألف تيقول له شوش المليون قل ربع لا راه 350 ألف راه ما كاملاش تنص مليون تيقول له دابا اللي فاهمين تيقول له راه 350 ألف المليون فيه ألف للألف تيقول له ما تيحسبوا الحساب الفلوس كلها وحسابه كل اللي تعرف يحسب الفلوس هذا سيدي سعيد وهذا قدامنا الطريح والمسجد تاع مولاي مسعود من هنا بغيت ندور انا لسميتو للطاحونه تاع الزرع ناخذ شويه ديال اونفا جلي كوموندي راني عيطت له بالتليفون وراه صيفطو للمطحنه وتطحن خلاص ما تيتغربلش
تناخذوه بن خالته حتى يتسحق مزيان وصافي. الشعير اللي الشعير تقريبا بحالو بحال عادي بحالو بحال القمح تقريبا 110، كاين ما بين 110 و 120 الكيلو. الشعير هذا القرون حتى هو ولي مش شعير مزيان، راه مهم الشعير. دابا ولفنا الخبز واخا تنبغيو نقللو منو، ولكن داخل في ليزابيتود ديالنا. الا بغيتي ما تاكلش الخبز ما خصكش دير المرقة، الا درتي المرقة خصك باش تغمس. اول خبز يعني لما الواحد يحاول يقلل منو او يحيدو. القمح تقريبا بسبعة درهم بالطحين ديالو، تيطيح بشي سبعة درهم طحون ناضي. 15 كيلو او 20 كيلو عشرين كيلو بألفين وثمانمية. انا لا فونتاج كتدي القياس اللي بغيتي، كتقول له بغيت 15 ولا 20 ولا 30 كيلو، دونك كتاخذ القياس اللي بغيتي. 20 كيلو 2800. دابا دابا لافونتاج هنايا صاحبنا تيعطينا زعما قمح زوين، يعني تيحاول ما امكن يعطينا الا كانت شي حاجه بلديه. وكيتكلف به كيتنقى هذا حتى تيصيفطو للماكينه، كتجي كتلقاه واجد. هذا هو الافونتاج. هادي باب جديد، هادو بداو تيرجعو عاوتاني، هادو اللي كيحطو ما عرف واش حطو هي اليوم الحد. وين كاين شي وحده خمسة قل أربعة دابا، حرارة هبطات لستاش، الجو مبرد، الجو زوين. دريس بخير، واخ هادي من عيسى. اليوم الجمعة، اليوم شوية عامر.